عدنا إلى مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا المكان، وأحدثت دمارا مهولا في المجمع الطبي الذي يعتبر ثاني أكبر مجمع طبي في قطاع غزة. المجمع الآن خرج عن الخدمة تماما، وهذه هي الصورة التي بات عليها هذا المجمع الذي كان يضج بالحياة وبعشرات الآلاف من النازحين وألاف الجرحى والمرضى. هذه الصورة التي بات عليها هذا المجمع الطبي، الدمار وأكوام القمامة والخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي ماثلة في هذه الصورة المروعة. نتعرف عليك. أبو محمد القارة. أبو محمد، احكي لنا شو اللي صار هان. اللي صار هان اليهود أجوا حجزونا، كانوا يزعقوننا بالطيران أن يدخل المستشفى، كل واحد بيقدر بيمشي على رجليه او حاجه يقدر يخلي المستشفى. خلينا اخلي المستشفى الناس، بيقول المرضى والمرافقين معاهم. اجوا اليهود حصرونا هنا، بعدين طلب من مدير المستشفى الدكتور عاطف انه ينزل الناس كلها جميعا برا على مستشفى ايش؟ ناصر القديم. نزلنا من ناصر القديم، طلب منه انه يحولونا كل الناس، كل واحد بيقدر يمشي على رجليه يطلع برا. طلعونا برا فحصونا. منهم اعتقل حوالي 70 واحد من الأطباء ومن الممرضين، اعتقلوهم اليهود. بعدين احنا اجوا هنا يعني سابونا لا مأوى لا ماء لا شراب لا طعام لا أي شيء من مقومات الحياة، يعني سابونا زي شعراء. يعني رغم كل هذا الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المجمع ناصر الطبي، إلا أن اليوم ستكون هناك مبادرة من قبل العاملين في مجمع ناصر الطبي وفرق النظافة من أجل إعادة تأهيل وترميم هذا المجمع، على الأقل يعني لإزالة هذا الكم الكبير من القمامة والنفايات الصحية المضرة يعني في داخل مجمع ناصر الطبي، حتى يعني يتم تأهيله لاستقبال عدد من المرضى بعد إعادة تأهيله بهذه الصورة. كما ترون في هذه الصورة لا يوجد هنا أي شكل من أشكال الحياة أو يعني المرافق الصحية، فقط القطط المشردة والجائعة هي التي ما زالت هنا، وبعض العائلات التي لا يوجد لها أي مأوى اتخذت من هذا المستشفى مكانا لإقامتها، عائلات قليلة فقط في ظل مخاوف كبيرة من يعني إمكانية قيام القوات الاحتلال الإسرائيلي بعودة إلى مجمع ناصر الطبي. هذا المجمع الذي كان يعوج بالألاف في هذه الساحة أصبحت خالية تماما. سنحاول الوصول إلى أي من الأطباء الذين ما زالوا هنا. هنا معنا الدكتور خالد السر من مجمع ناصر الطبي ليطلعنا عن الذي جرى هنا في ظل اقتحام قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي. دكتور خالد، يعني باختصار ما الذي جرى هنا في مجمع ناصر الطبي، وهل هذا هو المجمع الذي كان يعج بالحياة والحيوية؟ للأسف قبل قرابة أسبوعين قام الجيش الإسرائيلي باقتحام المجمع تحت تهديد السلاح والقصف المباشر لمبنى المستشفى. للأسف مجمع ناصر تحول إلى كومة من الخراب، جميع أقسامه خارجة عن العمل. حاليا مستشفى ناصر خارج عن الخدمة، لا يستطيع تقديم أي خدمة لأي مواطن مصاب أو يعاني من أي مرض. حاليا في الوقت الحالي بعد أسبوعين من خروج الجيش من مجمع ناصر، تحاول الطواقم الإدارية والفنية حصر للأضرار في الأقسام المهمة داخل المجمع، منها العناية المركزة والعمليات والمختبر وقسم الأشعة، لإحاولة إعادة تشغيل المجمع من جديد. للأسف يحتاج كثير من المجهودات وكثير من الجهد البشري والعطاء البشري لمحاولة تنظيف الأقسام المختلفة داخل المجمع، وحاول تشغيل الأجهزة العطلانة والخربانة داخل المجمع. نعم، يعني كما سمعتم من الدكتور خالد، هذا المجمع الطبي بحاجة إلى جهود كبيرة. هذه الجهود بالتأكيد لن يكون بمقدور وزارة الصحة يعني حل هذه المشكلات الكبيرة التي تواجه مجمع ناصر الطبي. أمر يحتاج إلى جهود دولية حتى تتمكن هذه المستشفى أو هذا المجمع من العودة للحياة مرة أخرى. إبراهيم قنان من داخل مجمع ناصر الطبي مدينة خان يونس.